لمزيد من التفاصيل حول الملف اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. كيف تفسر دكتور أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت في حق أكاديميين ونشطاء سياسيين؟ طبعا نحن أمام قرارات سياسية، لأن تقريبا 30 شخصية هي تنتمي إلى حزب الإصلاح، وهو الحزب يعني الذي يعد أحد الأحزاب اللي تتخذهم الحوثيين في عداء شديد تجاهها، وهناك أكاديميين وطلبة تلاميذ في الثانوية العامة، وهناك موظفين. نحن أمام عملية حكم داخل المحكمة الجزائية المتخصصة، هذه المحكمة التي كان الحوثيين أثناء حكم صالح يعتبرونها غير شرعية، وأن هذه المحكمة لا تخضع للقضاء اليمني، فإذا بالحوثيين يستخدمون نفس المحكمة لتصفية خصومهم. لذلك الحوثيين معروفين أنهم وضعوا صحفيين ذروة بشرية، هؤلاء كانوا مخفيين قسريا، لا يمكن مخفيين قسريا أن يتم محاكمتهم بهذه الطريقة وبهذا الحكم دون الاستماع لهم. هم يريدون السيطرة وكبت الأصوات في عملية ممنهجة، وأيضا يريدون شد التوجهات بعيدا، يعني تشتيت الرأي العام في قضايا مختلفة منها السجن. بالحديث عن هذه الأهداف، ما هو الهدف الحقيقي لميليشيا الحوثي من خلال تصفية العقول اليمنية بأحكام الإعدام هذا؟ شوفي، تصفية العقول وإضعافها العملية ممنهجة. هم سيطروا على جامعة صنعاء وعلى الجامعات من خلال إحلال أكاديميين مشكوك في قدراتهم، بديل عن كل الأكاديميين الذين هربوا خارج الجغرافية أو الذين رفضوا الانصياع. هناك سيطرة على الجامعات، هناك الآن محاضرات عن ولاية الفقيه وعن أهمية عبد الملك الحوثي وأهمية هذه السلالة في الجامعة اليمنية. هناك إحلال أيضا يعطى فرص فيما يسمى المجاهدين بدخول الأقسام العلمية والأدبية، ولهم فرص. هناك عملية ممنهجة لضرب الجامعة، لكن الإعدام الجسدي هذه هدف من هو مزيد من السيطرة. هناك في البداية كان لهم استهداف للصحفيين ووضعهم ذروع بشرية وتم إخفائهم، ثم للناشطين الذين ينشطون في الوسائل التواصل الاجتماعي. الآن نحن أمام إحالة مخفيين قصريين للإعدام، هذا مزيد من السيطرة وتكميم الأفواه وتهديد كل من تسول له نفسه بالاحتجاج أو رفض المشروع. نحن أمام جماعة دمرت البيوت، فكرت البيوت، وضعت ألغام، دمرت التعليم، يعني بسقت النسيج الاجتماعي. نحن كنا نخجل فيما مضى الحديث عن مذاهب، الآن أصبح الحديث عن مذاهب يعني شيئا عادي في المجتمع اليمني. هناك نوع من التمايز، كنا قد وصلنا إلى مرحلة لا نتحدث عن شيعة وسنة، لا نتحدث عن زيدية وسنية. الآن هؤلاء استدعوا التاريخ القديم وأحيوه، يعني هناك بعث لهذا التاريخ. بالعكس، أصبح كنا زيدية وسنة، الآن نحن نتحدث عن ولاية فقيه، يعني الأثنى عشرية. نحن أمام تمزيق اجتماعي، نتحدث عن تغطية الهوية الوطنية، نتحدث عن تدبير التعليم، إيقاف المدارس، تحويل طلاب المدارس. في ظل كل هذه التهديدات دكتور، ما مدى قدرة المجتمع الدولي أو المنظمات الحقوقية على وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة؟ نحن أمام ازدواجية في المعايير الدولية. كما تعلمين، الدول المهيمنة على المشهد الدولي وأنها مصالح لبقاء الوضع في اليمن يعني رخو، لأن هناك صفقات سلاح، هناك يعني استراتيجية عودة إلى منطقة النفطية، منطقة الخليج العربي. لابد من وجود دولة رخوة، وهناك تهديد بملاحة دولية، وبالتالي هذا الوضع، الحفاظ على الحوثيين، يعني استمرار إيران كخصم بديل على إسرائيل، وبالتالي الحوثيين وحزب الله لابد من الحفاظ على وجود ما لهم. يعني هناك
ازدواجيه من المعايير. المجتمع الدولي يعلم ان الحوثيين انقلبوا على السلطه الشرعيه، ان الحوثيين وضعوا الصحفيين في روع بشريه، انهم يسرقون المساعدات الانسانيه، وبالتالي يغض الطرف لان هناك استنزاف للمملكه العربيه السعوديه، هناك استنزاف لمنطقه الخليج العربي، وبالتالي يريدون بقاء اليمن رخوا كالحاله الصوماليه. نعم. في الحديث عن فراغات والحديث عن ان هناك جماعات ارهابيه وبلد اخو يجعل من البقاء الامريكي والبريطاني في منطقه ثابت، ولكن ايضا يستدعي ثنائيه السنه والشيعه وبقيه الجماعات في الجغرافيا اليمنيه في اطار ترتيب منطقه الشرق الاوسط. نحن الان نتحدث في العراق عن اكراد، عن سنه وشيعه الى اخره، نتحدث في سوريا عن علويين وسنه ومسيحيين، ونتحدث في اليمن عن ثنائيه وطنيه وعن ثنائيه مذهبيه. يعني المنطقه العربيه تتمزق بازدواجيه خطاب دولي، هناك خطاب يتحدث عن الحاله الانسانيه، ولكن على المستوى الواقعي هم يريدون اليمن رخو. هذا الهدف ليس اليمن فقط، الهدف المملكه العربيه السعوديه. نبقى في هذه الجزئيه، جزئيه الازدواجيه التي تحدثت عنها دوليا. وفقا للمنتدى العربي الاوروبي، فان هناك منظمات دوليه تساعد في اخفاء جرائم الحوثي ضد الشعب اليمني. برايكم ما مصلحه هذه المنظمات من اخفاء هذه الحقائق وهذه الانتهاكات الانسانيه؟ كما تعلمين المنظمات الدوليه انا من اهم العاملين لا يعني في اطار نشاط المجتمع المدني، هناك اجندات تتحرك، وهناك منظمات هي اذرع للمانح الغربي، هناك المنح لهذه المنظمات تطبع في اجنده، وبالتالي لم نشاهد في اليمن يعني تحرك دولي من المنظمات يتناسب والحاله الانسانيه. على سبيل المثال المجتمع الغربي هل اكتشف انه مؤخرا أن الحوثيين يسرقون المساعدات؟ لا يعلم. أليس المجتمع الغربي هو الذي جعل البنك المركزي اليمني تحت هيمنة الحوثيين، تحت اتفاق الهدنة الاقتصادية حتى يمنحهم المال ويمنحهم السلطة والاعتراف الضمني بأنهم؟ شكرا جزيلا لكم أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.